لاحظنا بأن هناك مساحة اشتراك كبيرة جدا في تحليل الأوضاع. هناك اتفاق كبير جدا يكاد يكون متطابق بيننا في تشخيص الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الدولي. يعني مساحة الاشتراك تتجاوز 75%، وهناك اختلاف في بعض الجوانب السياسية، ليس اختلاف في كل الجوانب السياسية، ولكن هناك اختلاف في بعض الجوانب السياسية الأساسية. يعني بالطبع معروفة، يعني معروف أن التجمع الوطني الديمقراطي هو بالنسبة لي قد سيد رئيس الجمهورية للترشح لعهدة جديدة، ونحن في مبادرة التوافق الوطني لا نهتم بقضية الأشخاص، ونعتبر بأن الذين يريدون أن يتوافقوا يجب أن يتوافقوا لترشيح شخص ستقر السيادة الشعبية من خلال الانتخاب في 2019، ولكن يكون له قاعدة عريضة في إطار التوافق الوطني. فنحن إذن بينا بأن نحن عندنا وجهة نظر أخرى، يعني أميل لها، ولا حرج أن يختلف الناس في الموضوع، يعني ولكن اتفقنا في الأخير بأن ستكون هناك يعني فرص أخرى، يعني للنقاش ولمواصلة النقاش في مختلف الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.